الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الأول في باب إعانة الرفيق، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وأعتقد أنه بقية من الشرح أرجعناها إلى هذا اليوم. هناك بعض الإشكالات التي قد تتعلق بهذا الحديث ينبغي بيانها وإزالة الغموض عنها. أولا، هذا الحديث أصلا من الأصول التي تتعلق بما يسمى الفروض الكفائية. والفروض الكفائية معروفة أنواعها في مصادر الشريعة الإسلامية، وهي أساس ما يسمى اليوم بالتضامن أو التكافل الاجتماعي في الإسلام. الفرض الكفائي هو ذاك الفرض الذي إذا قام به بعض من الناس في البلدة ارتفعت المسؤولية عن الباقي، ولكن إذا لم يقم بهذا الفرض أحد بالقدر الواجب فإن المسؤولية تتعلق بأعناق جميع الناس في تلك البلدة. هذا معنى الفرض الكفائي. قرية من القرى مات فيها شخص، لنفرض أنه فقير، لم يجهزه أحد، لم يقم أحد بتكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه. جميع أهل القرية يعتبرون عاصين مسؤولين آثمين، جميعهم في القرية من المكلفين طبعا. لكن لو أن رجلا واحدا قام بهذه المسؤولية قياما حقيقيا لارتفعت المسؤولية عن الجميع. بلدة كبيرة أو صغيرة مات فيها إنسان من الجوع أو من العري مثلا، جميع من في تلك البلدة يعدون قاتلين له، وكلهم آثمون، في حين أن رجلا واحدا لو أسعف هذا الإنسان وأنقذه من القتل لارتفع الإثم عن أهل المدينة كلها. هذا النظام في الشريعة الإسلامية غير موجود في القوانين الوضعية نهائيا، ولكن هذا أصلا
من الأصول المعروفة في الشريعة الإسلامية، ذلك لأن مجرى العدالة، أساس العدالة في المجتمع مسؤولية جميع الناس، يعني أن تشيع العدالة بين الناس، فلا يكون هنالك ظالم ولا مظلوم، ولا يكون هنالك إنسان معرض للهلاك بسبب ضائقة مادية اجتاحته. هذه ليست مسؤولية جاه وليست مسؤولية فئة من الناس، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله. فإذا أنقذ هذا الإنسان ارتفعت العقوبة عن المجتمع، وإلا فقد باع المجتمع كله بالهلاك والعذاب يوم القيامة. هذا الحديث أصل من الأصول الدالة على ما يسمى بالفرض الكفائي. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، من أي واحد، فضل ظهر يعني ركب مركوب دابة، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأموال، من كساء، من طعام، من شراب، من مسكر، وهكذا. لكن الضروريات، الضروريات، والظهر المراد به هنا الظهر الضروري، أي الدابة التي إذا لم تتحقق لهذا الإنسان في هذه المفازر ربما يهلك، هذا هو المراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المجتمع، ما أمر شخص واحد، أمر الناس كلهم أن يتحملوا مسؤولية هؤلاء الناس المحتاجين، الذي لا زاد له، الذي لا طعام له، الذي لا مسكن له، الذي لا ملبس له. أمر رسول الله المجتمع كله، من اسم عام، لفظة من ألفاظ العموم تنطبق على كل من في هذه البلدة، فهي إذن مسؤوليتهم جميعا. لذلك ربما سأل بعض الإخوة فقال: طيب لو فرضنا أن في هذه البلدة عائلة، أسرة، وقعت في ضرورة، جائحة، ووقعت في مهلكة من جراء جوع، من جراء عري، أو من جراء عدم وجود سكن مناسب في أيام الشتاء مثلا، هل أتحمل أنا جريمة هذا الأمر؟ سألني سائل في هذا، قلت نعم. والواقع أن هذا الحكم يأتي غريبا على أسماء الكثير من الناس. يعني مثلا أنا أقول في نفسي: طيب أنا ساكن في داري، وهنالك زيد من الناس معرض للهلاك بسبب جوع، بسبب عري نحو ذلك، وأنا لا أعرفه، ما الذي يحمل من مسؤولية هذا الأمر؟ ربما خطر في بال البعض منا هذا الاستشكال. هذا هو شأن ما نسميه أو ما يسميه الشارع بالفروض الكفائية. نعم، هذا ليس فرض عين متعلق بخالد حتى لا يتحمل عين مسؤوليته، هذا فرض الكفائية، يعني المسؤولية متعلقة بكل أفراد المجتمع، واحد 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 على حدة، لكن يمكن أن يقوم عنهم شخص واحد. نعم، فإذا مات هذا الإنسان في هذه البلدة، نعم أنا واحد ممن يتحمل وزره، وإن لم أكن أعرفه، وإن لم يكن لي علم بواقعه وبيته ومكانه الذي هو فيه. طيب لماذا أنا مسؤول؟ لأن الإسلام دين التكافل الاجتماعي، وأنا كفرد في هذا المجتمع ينبغي أن أبحث
ينبغي أن لا أقول أن لا علم لي بهذا الشأن. أبحث ثم أبحث، فإذا عرفت أن هنالك أناسا بهذا الشكل، إما أنني أستطيع أن أساعده أو لا أستطيع. إن استطعت أن أساعده أعطاني الله فضلا من المال أذهب إليه وأعطي، أرفع بذلك الإثم عن نفسي وعن المجتمع كله. إن لم أكن أملك أترك لبعض الآخرين، أسأل هذا أو هذا، أسأل الدولة، المسؤولين، الجمعيات الخيرية، هؤلاء جميعا. أنا مكلف بهذا، وأنت مكلف بهذا، والثالث مكلف بهذا، والرابع مكلف بهذا. إذا عرفت ذلك، متى يموت أو يهلك هذا الإنسان؟ عندما لا يكون أفراد هذا المجتمع قائمين بأدوارهم في الاهتمام بهذا الموضوع. واحد منهم يأمر بالمعروف، الثاني معه المال يدفع المال، الآخر يترك أدوار الجمعيات الخيرية يحملها مسؤولية هذا الأمر، الآخر يخاطب الدولة، يخاطب المسؤولين. المجتمع كله، كل أفراده عندما ينهض الكل بهذا الأمر، لا تقع هذه المصائب ولا توجد هذه الثغرات بشكل من الأشكال. لكن عندما يوجد من لا يتحمل هذه المسؤولية تقع هذه المصيبة. ولما لم نكن نعلم من هو هذا، فالمجتمع كله إذا مسؤول. من الفروض الكفائية اليوم موضوع تطهير دار الإسلام من العدو المغتصب. ودار الإسلام كل بلدة فتحت فتحا إسلاميا إما صلحا أو حربا، هذه البلدة غدت دار إسلام، أصبح اسمها دار إسلام. يجب على المسلمين أن يكونوا حراسا لها إلى قيام الساعة. طيب، فإذا وجد عدو اغتصب بقعة من دار الإسلام، وجب على كل المسلمين في تلك البلدة في ذلك المكان أن يهبوا وينهضوا لتطهير هذه البقعة من العدو الغاصب. إن لم يكن أهل هذه البلدة قادرين وحدهم غير كافي، نضيف إليهم من كانوا في جوارهم بمقدار مسافة القصر، يعني بمقدار 80 كيلو، نضيف إليهم يتحملون أيضا معهم المسؤولية. يجب أن يهبوا جميعا لتطهير هذه البقعة من المغتصبين. طيب كمان ما كفوا، نضيف إليهم أيضا دائرة أخرى أيضا قدر مسافة القصر وهكذا. فإذا كان هذا القدر كافيا من حيث العدد ومن حيث العتاد والقوة لتطهير هذه البقعة ولكنهم لم ينهضوا، فكلهم آثمون. نحن الآن من أحكام الشريعة الإسلامية التي قد تغيب عن بال كثيرين، كلنا آثمون بسبب أن هذه الأرض المقدسة مغتصبة من المسلمين ولا يأمن المسلمون باستعادتها. كلنا آثمون، لأن هذه المسؤولية داخلة في الفروض الكفائية. لكن لو أن ثلة من المسلمين قاموا فنجحوا في تطهيرها ارتفعت المسؤولية عن كاهل الجميع. نعم، ولذلك نحن نقول اليوم نحن نتحمل وزر هذا العدو الرابط على أرضنا المقدسة. قد يقول القائل كيف أتخلص من هذا الوزر؟ قال كثير من الفقهاء إذا عزم الرجل وقال بينه وبين ربي: يا رب إني أعدك أنني إن تمكنت أن أنهض فأغزو هذا العدو في سبيلك وأن أقوم فأطهر هذه البلدة من بجسيه ومن اغتصابه لأفعله. إذا قال في نفسه هذا الكلام
فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه يوم القيامة. هذا كلام بعض الفقهاء. ما هو مستندهم؟ مستندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لم يغزو، لو قال بس من لم يغزو مات على شعبة من النفاق أمر عسير جدا جدا، لكن ماذا قال النبي بعد ذلك؟ من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أي لم يقل في سره لله عز وجل: يا رب إنك مطلع على حالي الآن، لكن لو أتيح لي ولو تهيأت لدي الأسباب فلسوف أقوم بغزو هذا العدو الذي غزا أرضه، ولسوف أبذل كل ما أملك من أجل تطهير هذه البقعة من نفسه. إذا ارتفع الوزر عنه. المهم أن مسألة الفروض الكفائية مسألة كبرى في الشريعة الإسلامية، وهي أساس ما نسميه بالتضامن الاجتماعي. وأمور الفرائض الكفائية تحمل كافة المسلمين المسؤوليات. نعم، لذلك نحن نقول إذا وجد في بلدنا هذه أناس، لا أقول فقراء، في كل مجتمع في فقراء، لكن معرضون للهلاك بسبب جوع، بسبب عري، بسبب عدم وجود مسكن لائق يحمي جسومهم، فكلنا مسؤولون، ولكن المسؤولية تتفاوت. كلنا مسؤولين، مسؤولون، إلا أن المسؤولية تتفاوت. مثلا هناك جمعيات خيرية، مسؤولية الجمعيات الخيرية أشد من مسؤولية رجل من عامة الناس لا علم له بالموضوع. مسؤولية الدولة أشد من مسؤوليات الآخرين، هذا ينبغي أن نعلمه. وهذا يسوقنا إلى مسألة أخرى أيضا إشكال، يعني بحسب الظاهر ربما يتطارحه بعض الناس. مثلا بلغ جاء إلى غيبة، نقول نحن بأن إن هذه المصائب لا تأتي إلا بما كسبت أيدينا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا كلام الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب أنا لم أعص الله ولم أرتكب وزرا وأنا ملتزم أوامر الله وجاءني رشاش من هذه المصيبة، ما هي مسؤوليتي؟ الجواب ينبغي أن نكون قد عرفناه من الكلام الذي ذكرته. هذه المصائب تأتي بسبب فرائض كفائية أهملت في المجتمع، ومن المسؤول عن هذه الفرائض الكفائية؟ الجميع. فإذا رقد الجميع عن مسؤولياتهم تأتي المصيبة لتمس الجميع. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ونحن نعلم أن هنالك أناسا، يعني مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، من الفروض الكفائية. فإذا وجد منكرا في ساحة من الساحات علنا يمارس هذا المنكر، ولم يوجد من يضرب على أيدي أصحاب هذا المنكر، وبقي المنكر قائما، جميع أهل هذه البلدة مسؤولون عند الله عز وجل. نعم، لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية المجتمع من الفروض الكفائية. نعم، هي درجات، فالحاكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان وبالفعل، يملك هذا وذاك. نعم، يملك أن يضرب على أيدي أصحاب هذا المنكر. الآخرون من أمثالنا لا يجوز لهم أن ينهوا عن المنكر بالفعل والقول، لكنهم يفعلون ويقولون بهذا الوجه بألسنتهم. إذا هنالك فئات مختلفة وقدرات متفاوتة، لكن كل ينبغي أن ننهض
بالقدرة التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها. بقي المنكر قائما، هذا يعني أن أهل هذا المجتمع لم يذهبوا بواجبهم، إذا فنحن جميعا مسؤولون. فإذا جاء عذاب فهذا العذاب لا يقتصر على أصحاب هذا المنكر وحده، بل يشمل الجميع، لأن الجميع مسؤولون مشتركون معه في هذا المنكر. هم لم يفعلوا هذا المنكر، نعم مشتركون معهم، بمعنى أنهم لم يمنعوه، لم ينهوه. نعم، لو أنني قمت فنهيت عن هذا المنكر وأنا لا أملك إلا اللسان، فإن مسؤوليتي ترتفع. وإذا قام هذا وذاك وذاك للآخر، طبعا عندما يغب الجميع فينهون عن المنكر بألسنتهم، بألسنتهم فقط، يعني الشيء يحقق الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك خيرا. هذا الموضوع أظن أنه اتضح وزال الإشكال من ورائه، فلا يقولن قائل أنا لم أفعل شيئا ويعاقبني الله عز وجل بأمر لم أفعل. نعم أنت لم تفعل، ولكنك جزء من المجتمع، وهذا الواجب يخاطب الله به الكتلة الاجتماعية، لا يخاطب به زيدا من الناس أبدا، يخاطب الله به الكتلة الاجتماعية، والكتلة الاجتماعية تتألف من كل هؤلاء الأفراد. نعم، إذا عرفنا هذا فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أننا مسؤولون، وينبغي أن نتعاون جهد باستطاعتنا لرفع هذه المسؤولية عن أعناقنا. ومرة أخرى أعود فأتحدث عن الجمعيات الخيرية. أعداد كبيرة من الجمعيات الخيرية موجودة في بلادنا. طيب، وفي شهر رمضان يجمعون أموالا كثيرة، يستبرون دموع الفقراء بأيديهم التي تجمع، ويتحدثون بالأغنياء عن الفقراء وعن البائسين وكأنهم ملائكة الرحمة. طيب، وبهذه الطريقة يجمعون، فإذا انتهى دور الجمع وجاء دور التفريق، رأيت ملائكة الرحمة هؤلاء أصبحوا مضرب المثل في القسوة. نعم، إلا من رحم ربك. طبعا هنالك قلة، فيأتي فقراء أصحاب مسؤوليات مختلفة، وكثيرون يلجؤون إلي ظنا منهم أنني أستطيع أن أفعل شيئا، وأنا لا أستطيع، لا أستطيع، أنا واحد من الناس. ولكن الذي أملك هو أن أحولهم إلى هذه الجمعيات الخيرية الكثيرة. الذي يحصل أنهم يطردون من هذه الجمعيات بأساليب مختلفة، إما طردا مباشرا، وإما بأن يعطى الواحد منهم مبلغ يسير من المال، نعم يكسر الخاطر، لا يذل النفس ولا يحقق أي فائدة، هذه طريقة أبشع. نعم، أما أن نجد من ينفذ حكم الشرع، وحكم الشرع قائم على قاعدة إذا أعطيتم فأغنوا، قائد هذه فأغنوا، وحكم الشرع أيضا أنني جمعت أموال الزكاة من أصحابها، جمعت مليون، جمعت مليونين، أموال الزكاة، مال الزكاة ينبغي أن يوزع في أسرع وقت ممكن، ومهما تأخرت في توزيعه لأسباب لا يجوز أن تزداد مدة التأخير عن عام. يعني عندما ينتهي هذا العام ينبغي أن يكون المال كله قد دفع، فلا يجوز تدوير المال من عام إلى عام باتفاق، لا يجوز هذا أبدا بشكل من الأشكال. بل عند جميع الفقهاء لا يجوز أن أؤخر توزيع الزكاة إلا ليس ما أجد المحتاجين فقط، إذا وجدت المحتاجين
من المستحقين ينبغي أن يعني يكون عدد من آتيهم أقل مراتب ثلاثة أصناف ممن ذكر الله أسماءهم في القرآن. طيب إذا خلال شهر اجتمعت خلال شهر ينبغي أن يوزع النوم، خلال شهرين خلال شهرين، ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر. نعم، ولكننا ننظر فنجد أن الأموال تدور من عام إلى عام، ونجد أن هنالك من يشتري بهذه الأموال أراضي، نعم، يشتري بها عقارات نحو ذلك، بل نجد ما هو أشنع من هذا، نجد بعض الجمعيات تنفق من هذه الأموال على أنفسها الأمور الإدارية، وإذا ذهبوا إلى بلدة إلى كذا ينزلوا في الفنادق ويتوسعون في المأكل والمشرب من هذه الأموال، وهذا عبارة عن سحت، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. قال أحدهم: ألسنا من العاملين عليها؟ تاجر من التجار يقول: ألسنا من العاملين عليها؟ العاملون عليها هم المتفرغون لجمع الزكاة، ليس لهم عمل اطلاقا الا ان يجمعوا اموال الزكاه خلال العام، هذا عملهم، لذلك يعطونهم اموال الزكاه فعلا. اما ان التاجر للاموال التجاريه وفي مناسبه من المناسبات ياتي الى اللاذقيه او الى حلب من بعض المحافظات لجمع الزكاه، ما اعتذر حالي من العاملين عليها، من الذي افتاك يا اخي هذه الفتوى؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الجريمة في هذه الفتوى التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان؟ لذلك يعني المصيبة أننا نجد مجموعة الأموال التي توجد في حوزة هذه الجمعيات أموال كثيرة لو أعينت إلى المحتاجين الحقيقيين لكفتهم. نعم، لكن هذا لا يجوز. أنا مع هذه الجمعيات في ضريبة التحقيق، لأن نعيش في عصر كما يجري الختم والخداع والغش من قبل الأغنياء والتجار، يجري ختما وغشا أسوأ وأخطر من قبل من يتظاهرون بالفقر، وكم رأينا هذا. نعم، إذا ينبغي أن تكون هنالك لجان تحقيق، لكن هذه الرجال ينبغي ان تفعل فعلها، فاذا ظهر لنا ان هنالك محتاجين نعطيهم المال الكافي. اسره بحاجه الى مسكن، الى مسكن حاجتها تغطى مثلا ب 500,000 ليرة، اذا ينبغي ان نوفر لها هذا المبلغ من جمعيتين ثلاث جمعيات، لا معنى، نعم ينبغي ان نوفر لها هذا المبلغ. وما ينبغي أن نقول نعم في أحسن الأحوال لكم مرتب في كل شهر 500 ليرة 800 ليرة 1,000 ليرة، هذا الأمر يعين بهؤلاء الناس على مد اليد دون أن نحل لهم مشكلة. والشريعة الإسلامية لم تأتي بهذا، جاءت على النقيض من ذلك. الشريعة الإسلامية وعالج الفقر بالقضاء عليه، والخطة الشرعية في الفقر الإسلامي هي أننا نأتي في هذا العام هذا الفقير ونعطيه في العام الثاني على أساس في العام الثالث أن نأخذ منه. نعم، الشريعة الإسلامية شريعة ترفع الرأس، ولو أنك جبت الآفاق كلها لن تجد قانونا يرعى حقوق الفقراء ويرى مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي كالشريعة الإسلامية، لأنها شريعة الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نطبقها. نتيجة عدم التطبيق أن الهجرة يتعلق بأعناقنا جميعا، فلان وفلان وفلان من الناس قصروا، طيب نتحمل نحن جميعا مسؤولية تقصيرهم، وإذا جاء بلاء نتحمل نحن جميعا مسؤولية هذا البلاء الذي قد والعياذ بالله يبتلينا الله سبحانه وتعالى به. الجفاف
الذي أصابنا في العام الماضي والذي يهددنا في هذا العام أيضا، ونسأل الله العفو والعافية. هذا من أهم أسبابه، هذا من أهم أسبابه، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. يعني شيء مرعب أن تذهب فتجد في الفنادق محشوة حشوة، طبعا فنادق الدرجة الأولى محشوة حشوة بالعائلات آل هذه البلدة، ضاقت عليهم بيوتهم وملوا من الطعام الذي يأكلونه في بيوتهم، كل فترة أخرى نعم يرتادون مطاعم هذه الفنادق ويقضون ليالي طويلة. نعم، كم تتكلف كل أسرة في ليلة واحدة من المبالغ التي قد لا تتخيلونها؟ اجمعوا هذه المبالغ، نعم، وانظروا إلى رسولها، والله الذي لا إله إلا هو، هذه المبالغ في أسبوعين فقط التي تصرف في خلال أسبوعين تسد حاجة الفقراء المبتغين المشرفين على الهلاك، يعني نعم إذا كان وجد كله في هذه البلدة. هذا شيء يستثير غضب الله سبحانه وتعالى. نعم، ونأتي بعد هذا إلى الكلام العجيب الغريب الذي لم أصدقه إلى اليوم ولم أصدقه. كلما سألنا رجلا من أهل السوق من أهل التجارة عن حالة هذه البلد الاقتصادية يموت ويشكو ويكاد يبكي بدموع غزيرة تستثير رحمة الراحمين عليه، الوضع الاقتصادي، السيول المفقودة، الحالة كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب الإنسان يبحث بعقله عن مؤيدات هذا الكلام فلا يجد إلا ما يؤيد مطلوب هذا الكلام. هذه المطاعم المنسورة نعم خارج هذه البلدة، نعم داخل بيتها على طريق المطار هنا وهنا، تنظر فتجد أنها جميعا تغص، جميعها تغص. من هم الذين تركوا بيوتهم وجاءوا نعم إلى هذه المطاعم؟ هم في الواقع يعني ليسوا من الطبقة الغنية جدا، ما هم من الطبقة الوسطى، إذن الحالة جيدة. كذلك ليالي هذه الفنادق مليئة بأهل هذه البلدة وليست مليئة بالغرباء أبدا. كذلك تنظر إلى الأسواق والإعلانات التجارية التي ورقت بها الشوارع والسعر عن اليمين وعن الشمال، أمامات من فوق، إعلانات ضوئية، إعلانات غير ضوئية، ثابتة غير ثابتة، متحركة، كلها هذه الإعلانات على ما تدل؟ تدل على الفقر، تدل على أن السيولة غائبة. نعم، من الذين يدفعون أجور هذه الإعلانات؟ إذا من البلد فيها خير ولله الحمد، لا تعاني من البنك. طيب إذا فيما نجد حالة من البؤس بالنسبة لبعض العوائل قلت أو كثرت؟ السبب الشح، السبب ما قاله الله عز وجل لأحضرت الأنفس الشح. السبب أن فتحنا على أنفسنا أبوابا من البذخ وجدنا أن كل ما لم لا يكفي، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب البذخ لو دخل عليه كل يوم مليون فإن مليونه هذا لا يكفي، البذخ لا نهاية له، التبذير لا نهاية له. هذا الوضع يصبح شبيها بأوضاع الغربيين. الآن الرجل الغربي يلهث وراء المال، مهما جمع تجده في اليوم الثاني يلهث وراء المزيد. لماذا؟ لأن المجتمع يتفنن في فتح نوافذ جديدة كل يوم للمصاريف ولأنواع من البذخ. لذلك مهما أراد أن ينعم نفسه يجد هنالك فنون جديدة للبذخ، فهو يريد أن يلحقها، يريد أن يلحقها. لا الرجل يستطيع أن يتفرغ للنظر إلى زوجته، ولا الزوجة تتفرغ للنظر إلى شأن أولادها وبناتها، كل واحد مسؤول مثل يوم القيامة، نفسي نفسي. هذا هو واقع المجتمعات الغربية هناك. لا
أن الواحد منهم يكون بلسان حاله أنا مهما اشتغلت لا أستطيع أن أغطي أحلامي الباذخة. ومن أين جاءت أحلامه الباذخة؟ من المجتمع الذي يتفنن في جلب الأموال. نحن نسير في هذا الطريق والعياذ بالله، ومجتمعنا يختلف عن تلك المجتمعات. نحن ينبغي أن نعلم بوجود ما علمنا الله عز وجل إياه، أن المال عبارة عن أساس للوظيفة الاجتماعية، وأصحاب الأموال يوظفون وظيفة اجتماعية بأموالهم. فالمال الذي تحت يدي في الحقيقة هو نفس الأمبناء أملكه، ولكن الله وظفني إذ وضع هذا المال تحت يدي. أنا ينبغي أن أكون أمينا في أداء هذه الوظيفة على وجهها، أنفق منه على نفسي طبق منهج رسمه الله عز وجل وعلى عبادي وأسرتي، أدخر للمستقبل الذي ينبغي أن يجد الذي سعادته ومقومات عيشه فيه. كل هذا مشروع. إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعه فقراء يتكففون أيدي الناس، هذا مبدأ إسلامي. ولكن ما وراء ذلك ينبغي أن أعود به إلى المجتمع، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي البقية التي كان ينبغي أن نتمم من خلالها شرح هذا الحديث النبوي. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس له المال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، يعني ينفق عليه، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني يتبادله هذا الظهر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص، كل واحد يستعمله لفترة من الزمن. قال: فضممت إلي، سيدنا جابر يقول، اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. ضممت اثنين أو ثلاثة من هؤلاء الفقراء إلي وجعلت نفسي مسؤولا عنهم، مع أن الظهر الذي عندي لا أملكه أنا وحدي، بل أنا وثلاثة نتعاقب على هذا الظهر. جابر من هو جابر الذي ضم إليه ثلاثة؟ من هو؟ رجل من أغنى الناس؟ لا، من أفقر الناس. هو ذاك الذي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة، أظن أنها غزوة بني المصطلق، وجد فارسا أو وجد واحدا من الجنود متأخر جدا 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 عن الجيش وعن أصحابه. كان عادة النبي أن يتفقد أصحابه، من المتأخر من المتخلف، فتأخر النبي من ذاته لا تلقى أحدا، وذهب القوم وتأخره وتأخر إلى أن وصل ذلك الرجل، وإذا به جابر الذي يقول هذا الحديث. من خبر؟ كان يركب جملا هزيلا جدا ضعيفا لا يستطيع أن يسير، فقال: ما لك يا جابر؟ شكا لله الأمر. فقال: أناخه. أخذ رسول الله العصا التي كانت بيد جابر، يقول جابر: فنخسه عدة نخسات، فوالله لقد قام يواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني ما فيه لسابقها. في الطريق الصحراء كلها بقيت همل للمليون جابر، الجيش كله صار قدام. شوفوا الأخلاق العجيبة، لاحظوا هذا الحوار الذي يدل على فقر سيدنا جابر، يلي تكفل ثلاثة وهو يتحمل مسؤوليته. قال له: أتبيعني جملك يا جابر؟ قال: بل هذه لك يا رسول الله. قال: لا، بل سميه، بدي اشتري منه. قال: فبكم تشتري؟ قال: بدرهم.
يحملني يا رسول الله. يعني لما النبي مزح معه وجرعه وان هو كما صار يمزح معه قال اذن تقبلني يا رسول الله، قال هذه درهم. الى ان جعل قيمة ذلك الجمل 200 درهم وهو لا يساوي ذلك. قال فاذا وصلنا الى المدينة فأتني به واعطيك المبلغ. ثم قال له هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا ام سيدا؟ قال بل سيدا. قال هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله توفي والدي في غزوة احد قتيلا وترك لنا 7 أيام فاحببت ان اتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهم، يعني كما يقالون انا 6 بيت. قال حسنا فعلت. فاذا وصلنا الى المدينة وسمعت زوجتك بمقدمك اصلحت لك من نمارقها، نمارق جمع نمرق نورق نفس جديد. قال جابر والله ما لنا من نمارق يا رسول الله. هذا هو جابر. قال عليه الصلاة والسلام اما انها ستكون بصير. فاذا وصلت الى المدينة فاعمل عملا كيسا لا يعمل لك شيء ولين شيء كذا الى اخره. لما وصلت الى جابر والنبي والصحابي كلهم الى المدينة جاء في اليوم الثاني سيدنا جابر جاء بجمله واناخه على باب مسجد رسول الله اعتبار اشتراه. فلما خرج قال لمن هذا الجمل؟ قال هو لجابر. اعطى رسول الله جابرا 200 درهم وقال ابن اخي خذ جملك واعطاه جمله. سيدنا جابر هذا يقول عندما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكفل باثنين او 3 من هؤلاء الفقراء الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوضع وجد متى؟ عند اول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة المنورة. لان عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام اهل المدينة كلهم في بيوتهم، عقاراتهم عندهم، بساتينهم لهم. من الذين حرموا هذا؟ المهاجرون. اكثرهم ترك كل ما يملك وراءه ظهريا. البعض منهم لم ياتوا حتى بملغة الطعام مثل سهيل الرومي وغيره. طيب فالمجتمع اصبح مهدد طبقتين 3 غنيين اهل المدينة وطلقة اكثرها فقراء. هنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. نعم. ونهى ان يؤجر رجلا ارضه لغيره. حرم الاجارة. قال اذا كان الانسان له ارضا فاما ان يزرعها او يمنحها اخاه. عندك ارض اذا انت قادر تزرعها انت لحالك تزرعها، اذا كانت زائدة عن حاجتك ما تقدر تزرعها الا بدك تجيب فلاح يزرع لك ولا. اذا هذا يعني انك تملك رقعة زائدة على حاجتك، اذا ينبغي ان تمنحها اخاك يعني المهاجرين. وبقي هذا الحكم بهذا الشكل عدة سنوات الى ان زال هذا الفارق الكبير بين الطبقتين واصبح المهاجرون ايضا اصحاب اموال وثروات. بعد ذلك ازل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب العقارات ولاصحاب البساتين ان يؤجروا الفيض الزائد من عقاراتهم. هذا الحديث بهذه المناسبه ذكره سيدنا جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى نحن في مجتمعاتنا الاغنياء الموفرون الطبقه الوسطى كل واحد منهم كم من الفقراء يأوي يعني على هذا الاساس على هذا المنوال؟ ينبغي ان نطرح هذا السؤال على انفسنا ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والحمد لله رب العالمين.